الجامعة المغربية اللي عرفات غير التغطية الصحية اللي بحرات تعطات. الآن لوحات الطلبة باش كل طالب تكون عنده لوحة، الويفي باش يكون في الجامعات كلها، البنايات في تاريخ المغرب كله تبنات فيه 5 الكليات الطب، في تاريخ هذه الحكومة ثلاثة، طنجة أكادير بني ملال. المدرجات اللي بنيناها الآن عدد الطلبة الحمد لله عدد الطلبة انتقل من 485,000 تقريبا 800,000 هذه السنة. عندي 212,000 طالب تجيل هذا العام جداد. المغرب الحمد لله غادي كيتقدم باش الجامعة تكون مؤطرة للمجتمع، لأن العدد الطلبة في دول أخرى قاس المغرب تكون عنده 3 مليون ديال الطلبة. الآن تأخرنا كثير، الوتيرة عدد الممنوحين كانت 135,000، الآن 330,000. الميزانية كانت 700 مليون درهم، الآن 2 مليار ديال الدراهم. وهذه ما تكونوش بسطاني. البحث العلمي، عمر الجامعة المغربية عرفت البحث العلمي، المناصب المالية اللي توزعت 1300 منصب مالي، عمرها في التاريخ ما خدات 500 600. مجهود كبير، ولكن كان عجز كبير وحرام طالي يجي ما يلقاش كرسي. الآن فين بقى الاقتضاد؟ بقى في طنجة وفي الشمال. القنيطرة عطني لهم ميزانية باش يبنيو كليات الحقوق جديدة ويخليو هذاك الشيء للي سي جي. طنجة عطيناهم الموارد باش يبنيو. عدي نزيد تشح الموارد البحث العلمي. الآن رمينا 300 مليون 90 مليون، الآن جاية 200 مليون، جاية 60 مليون مع مناجم 20 مليون. المشكلة هو صرف هذه الموارد، لأن سهل ترمي الفلوس، المتابعة ديالها، لأن ما كانش عندنا الهياكل ديال صرف هذه الأموال. الآن الموارد موجودة، قول لي سر عبد الخبط خرجها، راه عندنا صندوق الحمد لله عنده شكرا السيد الوزير.